زوار موقع المنبر الرياضي، اهلا بكم. هنا لقاعات الرياضه التي انبعت بمدينه اكادير، حيث اختتمت اليوم واختتم دوري الاربعه الكبار لكره القدم داخل القاعه المنظم من طرف صقر اكادير، وبتتويج فريق شباب خريبكة لكره القدم داخل القاعه. بهذه المناسبه نستضيف السيد سي محمد المعوني، رئيس ومدرب فريق شباب خريبكة. سي محمد، اهلا بك على موقع المنبر الرياضي. في البدايه هنيئا بالتتويج ديالكم بهذا اللقب، وشنو ممكن تقول لنا على هذا الدوري؟ كنشكروا اولا الموقع ديال المنبر الرياضي على هذه الاستضافه. حقا الدوري داز في جو رياضي بديع، الناس اللي نظموا الدوري التنظيم كان محكم، كان في المستوى العالي، وهذا الدوري كيسمح لنا باش نوجدوا، لان مازال ما بديناش البطوله، باش كان واحد تنوجدوا المباريات ديال البطوله. وفي الحقيقه كما شفتوا المستوى كان لا باس به، بالنسبه للديبيو دي سيزون تيكون شي شويه صعيب، ولكن المباراه النهائيه كانت مستوى عالي، النتيجه انتهت 1-1 وتمكننا باش نفوزوا بضربه الترجيح. وكما لاحظ الجميع بان المستوى تيشرف كره القدم داخل القاعه في المغرب. وشكرا. سي محمد، شفنا فريق شباب خريبكة بالرغم انه احتل الرتبه الرابعه الا انه تمكن من اللاعب ند لند مع فريق دينامو بطل الموسم الماضي، شنو هما الطموحات ديالكم هذا الموسم هذا، وكذلك الاستعدادات ديال فريق شباب خريبكة للبطوله؟ بطبيعه الحال كاين فرق بين الدوري وفرق بين البطوله، لان البطوله كدير على 22 دوره، وفريق دينامو السنه اللي فات كان في المستوى وفاز البطوله كيستحقها. الا هذه السنه عندنا واحد المشروع، لان عندنا شببنا الفريق وغادي نحاولوا ان شاء الله باش نلعبوا ونتنافسوا على البطوله من البدايه حتى النهايه، وغتكون بطوله ان شاء الله مشوقه نظرا للاشعاع اللي ولات تعرفوا كره القدم داخل القاعه في المغرب بعد الفوز ديال الفريق الوطني بكاس افريقيا، وداك الشيء لانه ولا له اهتمام كبير دابا بهذا النوع من الرياضه. وفي الحقيقه شباب خريبكة غايقول الكلمه ديالو ان شاء الله هذا الموسم في بطوله المغرب ان شاء الله. سي محمد، كيف ما كيعرف الجميع انتم من المهتمين بكره القدم داخل القاعه، بالمناسبه كيفاش كتشوفوا هذه الرياضه هذه في الاونه الاخيره، وكذلك الراي ديالكم في المشاركه ديال المنتخب الوطني المغربي في بطوله العالم بدوله كولومبيا؟ في الحقيقه بعد النتيجه ديال كاس افريقيا راه كان رجع واحد الاشعاع كبير لهذا النوع من الرياضه، والناس المسؤولين غادي يعطيو واحد الاهتمام، وغادي غين الجمهور اللي غادي يولي يحضر القاعات، وغادي تعرف واحد انتعاشه مهمه. الا انه في بالحقيقه في المستوى ديال الفريق الوطني في كاس العالم، فهو اولا كان في مجموعه قويه، مجموعه ديال ايران واسبانيا واذربيجان ما كانوا سهلين، ولكن المنتخب في الحقيقه دار اللي عليه، لان المستوى هو هذاك، خاص العمل من هنا. دونك من هنا اربع سنوات ديال المونديال ان شاء الله هنا تتبدا الخدمه، وهنا باش احنا عندنا الطاقات، عندنا التقنيات، عندنا كل شيء، تيخصنا غير شويه ديال الاهتمام، شويه ديال الاهتمام وشويه ديال الدعم وشويه ديال الماده. كنوعدكم بان هذا النوع من الرياضه غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله من هنا اربع سنوات. وشكرا. شكرا السيد سي محمد المعوني، رئيس ومدرب فريق شباب خريبكة لكرة القدم داخل القاعة. شكرا لكم متابعي موقع المنبر الرياضي، وإلى اللقاء في مناسبة قادمة.